وكالعادة دايما بنبدأ مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وتأكيد سيادته على دعم الدولة الكامل للمكتبة ولدورها المهم في نشر العلم والمعرفة. كمان أيضا امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والخاصة بملف الصناعة، واللي بيعتبر حاليا أحد أهم الأولويات المدرجة على أجندة الحكومة خلال المرحلة القادمة. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، واللي بيضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب. وأكد سيادة الرئيس دعم الدولة الكامل للمكتبة ولدورها المهم في نشر العلم والمعرفة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقية، وأكد سيادته الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه. وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بملف الصناعة واللي بتعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية. وامبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار. وقال رئيس الوزراء إن الدولة حريصة على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وهيكون ليهم الأولوية في المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة. وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح ملتقى بنات مصر 2023 في دورته الثامنة تحت شعار فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم. وأكد رئيس الوزراء إن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استنادا إلى خبراته الواسعة في هذا المجال. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، كتب فيها إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقيا بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوي العسكرية، وده في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وشهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعاليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسة والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما قام بتفقد معرض للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومعنا في أخبار المحافظات أن جامعة المنصورة نظمت قافلة جسور الخير 19، واللي هتقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالينا في محافظة شمال سيناء. وفي الإسكندرية كمان ارتفعت نسبة حصاد محصول القمح لأكثر من 98.5%، وفي أسيوط تم تدشين حملات التشجير والنظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة، أيضا تنفيذ أعمال تطوير مجزر كفر سعد في الأليوبية بتكلفة 19 مليون جنيه، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الدقهلية انطلقت قافلة جسور الخير 19 الطبية الشاملة من جامعة المنصورة متجهة لمحافظة شمال سيناء. القافلة هتقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة لأهالي شمال سيناء، وكمان هيشارك فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية ليهم. في الفيوم أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق مبادرة تهدف لتقديم محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة للمراجعة النهائية قبل الامتحانات. المبادرة دي بتأتي كجزء من جهود المؤسسة لدعم الطلاب ومساعدتهم في مراجعة المنهج الدراسي وتحضيرهم للاختبارات النهائية. في الإسكندرية أعلنت مديرية الزراعة أن نسبة حصاد محصول القمح بالمحافظة بلغت 98.5% من المساحة المنزرعة اللي بلغت 21933 فدان بنطاق الإسكندرية، وكميات القمح الموردة للصوامع بلغت أكثر من 95814 طن. في الغربية انطلقت القافلة الطبية متعددة التخصصات في قرية العثمانية بمركز المحلة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1122 مريض في مختلف التخصصات. في أسيوط أكدت المحافظة أنه تم تنظيم حملات لتشجير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي بتستهدف العمل على توفير بيئة نظيفة للمواطن ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية. في القليوبية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها على مساحة 4900 متر مربع وبتكلفة 19 مليون جنيه، وهيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال نهاية شهر يونيو القادم لدخول الخدمة واستقبال الأضاحي. في جنوب سيناء تم افتتاح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع ضمن خطة التطوير اللي بتتبناها المحافظة مع مستثمر القطاع الخاص، والسوق السياحي بيتضمن حوالي 34 نشاط خدمي.